انت ليش بديتي ايدك عليها كذي؟ يعني هذه بنت عوادم مو جايبينها من الشارع. يا اخي جليلة حياة ما تستحي على وجهها، وقعها استفزتني. انا يلا متحملة نفسي على الظروف اللي انا فيها، تي حضرتها وتغثني بكلمتين طلعت حرتي فيها، بعد شو اسوي؟ اي بس عسى ما يصير فيها شيء. ايش بيصير؟ كل اطراق، ايش دعوة كلش بتموت يعني؟ ترى هذه قطب سبعة ارواح ما تموت، لسانها طويل. يمكن تتشوه ولا يصير فيها عاهة مستديمة. انت بنت يال عشان تسوي فيها كذي؟ والله عاد هذا اللي صار، واحسن علشان يكون درس لها وتعرف وين حدودها. وبعدين دير بالك اول وتالي عزيز بيطلقها ويطردها برا البيت. لا 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 تحاولي. شفتي هذه اللي قدامك؟ ما قصرت، وانا بعد ما قصرت. اول ما يابها زنينا على راسها، تخلص منها، طلقها، افتك منها، ماكو فايده. قال لا لا لا، تبي تورطوني؟ تبي تورطوني انا؟ تبوني ادفع نفقه؟ هالحين لا، العكس، صار العاشق الولهان مثل ما يقولون، عاشق يدهن لا تنكتين، يتهاوش ويانا علشانها. اذا سمع السر اللي عندي اكيد بيطلقها. تعال حبيبتي. عزيز قبل لا نتكلم باي شيء، هالبنت هذه اللي واقفه جنبك انت تسكتين ولا كلمه؟ فاهمه ولا لا؟ شلون تكلمني كذي؟ شلون تبين اكلمك؟ بس يا آسيا بس اصحي، مو يعني خلاص انك ربيتيني عقب وفاة امي تتحكمين بحياتنا خلاص؟ لا هالكلام مو صحيح. شنو مو صحيح؟ سويت انا كفرت؟ ترى انا تزوجت بس ما سويت شيء غلط. سمعي آسيا، انا ريال كبير وصرت ابو بعد، من اليوم ورايح لا انت ولا غيرك يتحكم بحياتي، فاهمه؟ عزيز اسمع الكلام اللي بقوله لك بالاول. هذه انت اسمعني بالاول، ما تبي تسمعين حق احد، تبين تسمعين حق نفسك. اخذي مني نصيحه واحده بس، حاولي تسمعين اللي حوالينك اذا في احد حولك اصلا. يلا حبيبتي. ماني اصغر عيالي عشان يحاكيني كذي، شنو هذا ين؟ بعدين انا بفهم، شنو ورطها هالورطه هذه؟ شنو مالي قال له هذه اللي تزوجها ويبها عندنا؟ هذه فرت مخها، خليتها يعادينا، مو بعيده باكر يوقف قدامنا ويطالب نصيبه في البيت. تخسها ما تقدر. كاي قدرت، خليتها يوقف قدام اختها العوده، علا صوتها علي. انا اختها اللي كبرته وخليته الريال يسوي فيني كذي، مو بعيده باكر يوقف نفس الوقفه هذه ويطالب نصيبه في البيت. يا يبا قلت لكم من الأول المرة هذه تبي مصلحتها، يا يهني بس تبي فلوس، كأخوكم مثل مسبح ماشي وراها أثول. مريم لو سمحتي أنا وأخوي نتكلم عن عزيز مثل ما نبي، لكن أنت لا. يا ربي منكم، ترى حالي حالكم بعد، أنا محترة بس الشرخة مو عليكم، تدرون شلون؟ كيفكم عاد يلا. يوسف تروح حق عزيز وتقول يلي لي عندي ويعتذر مني والليلة، وإلا بروح لزوجته وأكسر راسها وأردها ديرتها ويحافي حتى بدون نعال. حول الله يا يا آسيا يا آسيا، أنت معصبة وهو معصب، خلي يمر شوية وقت وأنا باكر أقعد معاه وحاكي. لا الليلة أنتوا إيش فيكم كلكم تبون تكسرون كلامي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش فيك أنت اليوم معصبة؟ أنا أصغر عيالي تحاكيني كذي. ما علي يا أخوي ما علي، حقك علي لا تلومني. واليهال هذا مينني مشتت تفكيري. محمد رد عليك؟ اي كلمته مرتين ما رد علي. شلون يعني؟ هذا يبي يعاند؟ يعني اروح لعنده واخذ اليهال غصب عليه ولا شو اسوي؟ يا عسى لا توصلين هالمواصيل، هدي شوي هدي شوي،
يعني انت اكيد انت امهم وهو ابوهم، يعني اكيد ابي احافظ عليهم ويبعتني فيهم شوي شوي. واذا ما يابهم؟ انا اخذش وودش لهم هناك ونيفهم مع بعض، انا اخدمش برسم الخدمه، ايش تبين؟ جاهز حق الامتحان؟ والله شوفي، عشان اكون معك واضح وصريح، يعني انا درست اموري طيبه، بس ما وعدك باكر اللي شفت ورقه الامتحان مع اخورها. لا لا فهد، انا ما علمتك على كذي، انا شنو قلت لك؟ خليك طبيعي، عادي، ريلاكس، يعني اعتبر ورقه الامتحان كأنها ورقه مراجعه، انت حاط الاسئله وقاعد تجاوب عليها. ايه خير ان شاء الله. على فكره ضحكتك وايد حلوه. لا لا صدق، ترى ما قاعد اجامل، انا اللي طريت على بالي اول شيء اتذكره ضحكتك. استحيتي؟ بس عاد يا فهد، يا ملقك. زين يلا نمشي؟ يلا. بس توصلين تتصلين فيني ها؟ ان شاء الله. عافية عليك. نوف؟ 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 ديري بالك، ديري بالك القزاز، ديري بالك، شو مدخلك المطبخ؟ كنت بطلع صحن دارت الدنيا فيني وانكسر. امشي 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 امشي، انا منبه ومحذر ما تجيسين شيء، لكن العناد. امشي 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 امشي، دقيقة واحدة زي ما تكسرتي. امشي امشي. ايش فيك؟ تعاملني كني ياهل. ها كم مرة قال لك انا ديري بالك على روحك؟ كم مرة قال لك ما لك شغل في المطبخ، لا تدشين المطبخ، مياه زلق صابون. للحين مو راضية تتأقلم على الوضع الجديد. لا لا لا، الوضع الجديد هو بيتأقلم عليك. ان شاء الله. ما لك شغل، حتى نزلة سلم ما لك شغل فيها، أي شيء في البيت لا تحركينه ولا تجيسينه، يبا حتى دوامك. إذا تحتاجين تاخذين إجازة، قدمي إجازة وقعدي في البيت. لا واللي يسلمك محمد إلا الدوام، ما أقدر أموت إذا قعدت في البيت. خلاص يبا روح الدوام، كيفك على هواش، بس ديري بالك على روحك. إن شاء الله لا تحاتي، خلاص. لا تصفني. خلاص. قلت ابو النوم فهد، فهد فهد، لا تخليني اقول لك ويهد. ايش فيك امه؟ ايش فيك؟ ايش فيني بعد؟ مو عندك امتحانات الفاينل؟ ما تقوم ما تفز؟ لحظه يبا، ايش فيك؟ الساعه كم الحين؟ 8 الا ربع، السابعه والخمسة واربعون دقيقه، كذي تبين اقول لك؟ ايش فيك الله يهديك؟ شلون قعدتيني من زمان؟ ليش امتحاني ولا امتحانك؟ المفترض انت اللي تحاتي مو انا اللي حاتي بروحي. يلا قوم. زين هذا كويت ملابسي ولا؟ عدال كلش، هدومك مكوية من زمان ومخطوطة في الكبت، قوم قوم لا تصعبط علي، قوم. عصب أكثر من الدكتور، إيش فيك؟ خاف تقص علي نص ساعة. حبيبتي ابي اشتكي قاعدين بالغرفه وما تطلعين، وانا بخلي الخدامه كل ربع ساعه تمر عليك، اي شيء تبين قولي لها. اوكي اوكي. ابي اروح الدوام وانا مرتاح، ادري ان هذيل مينن، ما ابيش تطلعين عشان ياذونك، انا خاف عليك عمري. اوكي. نور، ما ادري، احس من امس في كلام تبي تقولينه وخاشت عني في شيء؟ لا 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 نو نوثينج ات اول، ام فاين. شور؟ يا اي لاف يو مور. ها
عزيزة، أنا بطلب منك طلب، تروح حق أختك آسيا وتعتذر منها. على شنو أعتذر منها؟ شنو على شنو؟ على الطريقة اللي أنت تكلمت وياها. هذه مين طريقة؟ هذه أختك الكبيرة، لازم تقدرها وتحترمها وتحشمها. ليش أحترمها؟ أصل كلكم ما تحترموني، وصلت المواصيل تعديتوا على مرتي بعد. شلون يعني؟ الحين أنت تقدر مرتك وتحترمها ولا تحترم خواتك؟ هي أكيد أكيد ما أحترم خواتي. تدري ليش؟ لأن ولا واحد فيكم احترمني. شوف يوسف، قل لهم من اليوم ورايح اللي ما يحترمني وما يحترم زوجتي أنا ما راح أحترمه، فاهم؟ إحنا ويا مرتادة فيما. Yes, madam. We need anything to buy? No need. Sure? Yes. مو ألقى كل شيء ناقص بنت تقولي لي ما ناقص. يلا go. زي القمر، ردت فيك الروح كده ورجعتي بني ادم تاني. شو تسوين هني؟ جايه اتفسح. عجبني قوي 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 الجناح بتاعك ده يا بنتي. الايه؟ عرفت ليه كنت مثبته عليه كده ومش عايزه حد يشوفه؟ برافو عليكي، قادره وعارفه انك بتعملي ايه. طلعي برا برا. اهبطي خلاص يا حبيبتي، خلاص مش قادرة استحملك أكتر من كده. كنت تعبانة وبتموتي وممسوسة ورجلك في القبر وقمنا ماشي، لكن دلوقتي مفيش حاجة تستدعي تخليني أنا استحملك أكتر. خلاص، عارفة ليه؟ عشان عزيز بقى في جيبي. أندرستود؟ الجناح بتاعك ده ما تبرقليش، هيبقى بتاعي قريب إن شاء الله، وإنتي هتبقي برا. فاهمة؟ طلعي برا. إزعجي؟ طلعي برا. هطلع بره من عينيا، بس عايزك تعرفي حاجه واحده بس، اللي انا في دماغي هعمله. ريتك يا شيخه كنت متي وريحتينا.
بشري ايش سويتي؟ خلني مني انا الحين، انت ايش سويت؟ انا قل اللي درستيني اياه بالامتحان. ايش يعني حليت عدل؟ صدقك انت اول مره بحياتي ما اخلي سؤال فاضي. اي فهد ما تصدق لو قلت لك ان انا طول الامتحان كله قاعد افكر فيك وحاتيك. تفكرين فيني؟ ايش دعوه جنان وكانك تبالغين؟ والله مصدقك تفكرين فيني؟ اكيد افكر فيك، شلون يعني ما تبين احاتيك؟ ما ادري ايش اقول للجنان، انا بدونك ما ادري ايش كنت راح اسوي، يعني انت اللي درستيني وانت اللي علمتيني ولا انا مخي ابيض. اوه تو الناس على هالكلام، انطر النتائج، ان شاء الله كلها كم يوم وراح تطلع. لا 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 يعني اذا على موضوع النتائج فانا اموري طيبه يعني انا ايه خالص. يعني لهالدرجه واثق من الحل؟ طبعا اذا انت مدرستني شلون ما اثق بالله. الله يوفقك يا رب. اجمعين ان شاء الله. شنو حسبالك انت اخر مره راح اشوفك فيها ولا شنو بالضبط؟ شلون عيل؟ لا لا حبيبتي يلا امشي عازمك على الريوق. والريوق الحين الساعه 11 الظهر. ان شاء الله واحدة الظهر ما ترايقتي عدل ولا انا ترايقت، نروح انت رايق يلا نقعد على البحر قعده حلوه وناكل لنا شيء حلو يلا. يلا كيفك. يلا شيل. ولا سؤال طوفته اللي يمي طالعني يقول هذا مصدق هذا. تبدي ما ادري ايش فيني، ايش تحسين فيه؟ احس مو مركزه ولا عاد تبدي. انت يلا هداك، ليش مداومه؟ كان قعدتي بالبيت؟ اي والله تعبانه، بدق على محمد يجي ياخذني. ليش تدقين على الريال وتخرعينه؟ قومي انا اوصلك البيت. انت ايش طلعت؟ عادي، انا اقول حق مسؤولنا اللي صار، قومي. قومي. باه خوش ريوق ها. ان شاء الله يوم نجاحك وتخرجك انا بعزمك. اي ان شاء الله. عاد انا مفكر يعني بس اتخرج ان شاء الله ابي اتزوج واستقر. الله يوفقك ان شاء الله. اجمعين يا رب. ما قلتي لي انت ان شاء الله شنو مشروعك بعد التخرج بتسوين؟ انا تو الناس علي. ان شاء الله السنه الجايه راح اتخرج. يعني لو وقتها يصير خير. السنة الجاية تو الناس، غمض عين بطلعين تلقين نفسك تخرجتي. اي والله وانت الصاج الايام بسرعة تركض. وعلشان ما تسبقنا الايام نركض معاها. والله خوش مبدأ. علشان كذي انا قلت يعني ان شاء الله بعد ما اتخرج بتزوج، يعني ان شاء الله اذا الله رزقني بعيال ارافقهم يكون سني مقارب لسنهم والاهم من هذا كله ان اللي ابيها وحاطها ببالي ما تطير مني. ان شاء الله يا رب، الله يعطيك على قد نيتك. ان شاء الله اجمعين يا رب. زين وانت ما قلتي لي يعني متى مفكره تتزوجين ان شاء الله؟ فهد شوف احنا البنات مو مثل الريايل، انتوا القرار بيدكم. اما احنا البنات ننطر نصيبنا لين ان شاء الله. لا لا ما اقصد كذي يعني، انا اللي كنت اقصده من ناحيه المبدا، انا ادري ان انت يعني ما شاء الله الخطاطي وايد عليك فبس السؤال اللي كنت ابي اعرف اجابته يعني انت متى حاطه في بالك تتزوجين، قبل التخرج ولا بعد التخرج؟ هو بصراحه الريال الزين الخلوق ما ينرد مهما وصل فيه الوقت ما تفرق. هذا شلون تتجرأ علي وتدخل غرفه نومي وتكلمني بهالطريقه؟ ايه بس الشرع مو عليها، الشرع على اخونا الاسول اللي وقف معاها ضدنا. هدي اعصابك يبا، هدي اعصابك، بس يرجع من الدوام انا احاكي. لا لا تحاكي ولا غيره، انت تروح لها الحين غرفتها خليها تجمع كل اغراضها وتقلب برا البيت. اسفه مو بهالطريقه تنحل الامور. لا والله شلون تبيني احلها؟ شلون اتصرف مع وحده مثل هذه؟ ايش تبيني اتصرف مع وحده دشت عندي غرفه نومي وانا نايمه؟ شلون تبيني اتصرف مع وحده اصلا تخون اخوك؟ تخون؟ تخون اخوي؟ هالبنت اللي شايلتها لا يمكن تكون بنت عبد العزيز، لان اخوك عقيم ما يبي عيالي. ايش هالكلام اللي انت قاعده تقولينه؟ انت متاكده منه؟ تذكر اليوم اللي توفى فيه ابونا الله يرحمه؟ يومها احنا كنا صغار، كنا رادين من البحرين بسياره، والجو وقتها كان مخيف، كان مطر وبرق ورعد. اليوم هذا ابونا الله يرحمه توفى فيه، وانا وانت ونوف عبد العزيز نجينا من الحادث،
طبعا غير امنا الله يرحمها اللي توفت بالكانسر عقب ابونا بكذا سنه. هي اذكر بس ايش علاقه اليوم الاسود هذا بموضوع عزيز؟ الحادث هذا هو سبب عقم عبد العزيز. يعني البنت اللي معاها لا يمكن تكون بنت اخوك. نور سوت مصيبه وقطتها براسه. على كيفك ميل، على كيفك ميل كده وتما اختارك سقين الويل ابو قلب عسل وعيون سكر ويلي من الاشواق ويلي اسر مشتاق ويلي افرح بعيونك اتصبر على كيفك من كده وطمع اختار يا سقين الويل ابو قلب عسل وعيون سكر. الدنيا دي وحشه بشكل عمرها ما بتدي الواحد اللي نفسه فيه. محدش عاجبه حاله، وانا بقى مش بس مش عاجبني حالي، ده انا مقهور على نفسي. اه يا دنيا، بقى عزيز اللي كان وصل لمرحله انه بيتنفسني ما يقدرش يعيش من غيري، في لحظه تحول وسابنا اضرب اخمس فسداس. ده حتى لما شاف البنت الصغيره ما تهزش غير لما تعبت ودخلت المستشفى. ولا البلاوي السودا اللي اتحدفت عليا دي، اخواته الكبب ومرات اخوه التعبانه اللي قاعده لي على الوحده، على ما يعلم بيها الا ربنا. عايزين ينهشوا بعض باي طريقه، بس انا بقى هقرقشهم بسناني وابلعهم قبل ما يفكروا انهم ياخدوا اي حاجه قدام. بسرعه يا نور، فكري، ما تديهمش فرصه. كله جاي في السكه، ما تخافيش هتقدري عليهم. سلامات حبيبتي، عسى ما شر. مسخنه مريضه، ايش فيك؟ الله يسلمك يا محمد، ايش فيك مخترع؟ ما فيني شيء ترى، ما فيني شيء، لا مسخنه ولا تعبانه ولا شيء. عادي يقولون تعب الحمال وبس، بعد كم شهر يروح. الله يهديك، بس خليتينا الدوده ويتش طاير. واي محمد، ما ادري انت ليش مسوي كذي بعمرك، ما فيني شيء. شوفي عاد، مني ورايح ما تتحركين من الفراش، وكل شيء تبينه يوصل لك، ريوق، غدا، عشاء، الشاي اللي تحبينه، النفيش اللي تاكلينه المغرب، بيوصلك برسم الخدمه. محمد ايش فيك؟ اصلا انا كل شيء بيكسرني سارونه ما راح تقصر، بتجيب لي اياه. ما علي، انا بروح بس الغدا وبقعد معاك وبنطالع تلفزيون وبنستانس. لا محمد ولي عافيك عافيه، ابي ارتاح انام، انت روح تغدى مع عيالك. لا 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 لا, لا. هالحكي اللي قلتيه ما راح يصير، اللي انا قلته بيمشي. انا بروح اجيب الغدا وبنتغدى هني، وطلع من هالغرفه ما احنا طالعين، شلون يعني؟ ازعل؟ لا لا لا، لا تزعل. يلا انا رايح. ما ادري شلون راح افاتحه بالموضوع. لا 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 لا، انت لا تفاتحه. انا ما قلت لك هالسر عشان تروح تقول له. ليش ما اقول له؟
أنا طول هالسنين هذه خاشة عنكم هالسر علشان ما بيحس بعقدة نقص، ما بيحس إنه أقل من غيره. عيل شلون نقنع إنه يطلقها ويدلفها؟ طريقتك يوسف. أبيك تخلصني من نور بأي شكل من الأشكال. البنت هذه لازم تطلع من البيت اليوم قبل باكر، وما بي أخوك يعرف بالسر اللي بيني وبينك. فاهمني؟ حاضر حاضر. خالف هدش؟ زي ما خالفه قاعد يموت؟ ليش ما تلعبين بنوف؟ ما تبي تردين علي؟ ترى أنا بعد مثل أمك، أحبك وأخاف عليك كثرها، وأزعل وايد لما ما تردين علي ولا تكلميني. تدرين متى راح تحسين بكلامي؟ لما تكبرين وتجيبين عيال وتصيرين أم. بس أنت إذا كبرتي وولدتي ترضين أحد ياخذ ولدك؟ لا طبعا، ليش أحد ياخذ ولدي وأنا موجودة؟ هي ليش بابا خذانا من ماما؟ خلاص حتمشي وتسيبيني لوحدي؟ شو بعمل حبيبتي؟ لازم اروح عند خطيبي، بدي اتجوز. الف الف مبروك، انا بجد مبسوطه لك قوي حبيبتي. الحمد لله انك اتجوزتي، انا كنت خايفه انك هتعنسي. لوين بدي اعنس؟ انا من زمان خاطبه، بس هلا قررنا نتجوز. حتوحشيني. انت كمان. حترجع الكويت تاني ولا ايه النظام؟ اكيد حبيبتي، بدي اجيب جوزي ونرجع نشتغل هون. انا مش عارفه اقول لك ايه، ده انا حمود كان نفسي اجي معاكي، نفسي ازغرط لك كده وافرح لك واعمل اللي ما يتعملش، بس خايفه من العقربه اللي جوه دي، لو خرجت بره البلد ممكن تعمل لي منع دخول. بعرف حبيبتي، انا مقدره ظروفك. طيب طيارتك الساعة كام؟ الساعة 9. الساعة 9؟ ما تنسيش تبعتي لي صور الفرح، keep in touch please. أكيد حبيبتي أكيد، بس ليكي وعا تنسيني. ده كلام برضو يا دينا، ده أنتي أكتر واحدة وقفت جنبي وعارفة كل حاجة أنا بعملها وبخطط لها في البيت ده. حبيبتي يلا بقى take care of yourself. حبيبتي يلا باي. باي. حكيني. Enjoy to the max. شفتك ما حسيت بشعور غريب، يعني قلت طبعا حيالة زميل معاي في المحاضرة وبس. زين وانت؟ ما ادري شلون اوصل لك يعني الكلام، يمكن يبغى اقول لك اللي بخاطري وان شاء الله تفهمي. انا اول ما شفتك ما ادري جنان، احس عيني قامت تلمع، عيني قامت تلمع، ما ادري يكون غلط، بس ان القصد ان اول ما وصلت غرفتي بس قاعد افكر فيك، ما قاعد افكر بشيء ثاني، ليش ماني عارف. يمكن بالك تعلق فيني. كل شيء تعلق فيك، انا كل اللي قمت اقوله عليك صراحه. يعني شلون؟ ما ادري، يعني ودي اسمع سوالفك، ودي دائما اشوفك، يعني لو صدفه حتى ما عندي مشكله. ما ادري، احب اشوفك، يعني احب اقعد معك، كل شيء تعلق فيك.
وأنا ليش ما أدري عن هالإعجاب هذا كله من زمان؟ عيارتك الحين تقنعيني إعجابي فيك مبين علي. كل شيء كان مبين من البداية، بس اثنيناتنا كنا مستحيين، صح ولا لا؟ فهد بصراحة أنا وايد أرتاح لك وأشتاق لك وأفكر فيك وايد، يعني ما أدري شلون تتخرج بالكلية وتخليني بروحي، يعني ما أدري أخاف ما أشوفك مثل قبل. واللي يقول ليش بتشوفيني كل يوم؟ صدق؟ وعد. ما يخافي هالوعد يتحول كلام عقب ما تتوظف وتلهب حياتك الجديدة. ها يبقى وعد ريال، خلاص لما أقول لك وعد ريال يعني خلاص أنا قلت كلمتي. إنزين وإذا قلبك حب واحدة غيري؟ أحنا ليش تفاولين؟ إذا لنفرض أوكي قلبي حب واحدة غيرك، وين بلاقي واحدة نفسك؟ عيونها حلوة وكلامها حلو وشكلها حلو وأم قريب وتحب تدرس وتدرسني، يلا وين أحصل؟ بالله قولي لي. إن شاء الله يا رب أسمع الكلام على طول، الله لا يحرمنا منك. الحمد لله الحمد لله يما يا فهد، خلص آخر امتحان وإن شاء الله بينجح ويتخرج. إذا نجح هذا ويهي، إذا ما سقط وعادها بسم الله على ولدي إن شاء الله. إيش حاجة تقول عنه كذي؟ لا إن شاء الله بينجح ويكسر عينك. إن شاء الله ينجح ويكسر عيني، الله يسمع منك، بس هذا ولدي أعرف أنا زين. على الأقل أحسن من بعض الناس. إيش قصدك؟ يعني قصدي إن ولدي فهد صدق شوية خربان، لكن على الأقل نعرف خفاياه، ما سوى مثل بعض الناس. إيش قصدك ما سوى شيء مثل بعض الناس؟ يعني مو مثل عمه إن شاء الله، تزوج وحطنا أمام الأمر الواقع. أنتي منت بلاحظة إنك تماديت شوي؟ أنا؟ ليش إيش قلت يا يوسف الله يهداك؟ كل هذا ما قلتي شيء؟ إيش قصدك أنت من اللي قاعدة تقولينه؟ ترى أنت قاعدة تقللين من قيمة أخوي. الله يهداك أنا ما قلت شيء، ترى كل اللي قلته كنت أقصد فيه ولدي. صحيح عبد العزيز أخوي عوي، بس أنا ما أسمح لش إنك تتكلمين عن أخوي بالطريقة هذه قدامي أنا. عبد العزيز مهما يسوي يظل أخوي، بالنهاية هو أخوي من لحمي ودمي، أنت الغريبة. الحين صرت أنا الغريبة؟ إيه نعم غريبة، ولا لك الحق إنك تتكلمين عن أخوي بالطريقة هذه قدامي. سوى فيني كذي؟ ايش اللي خلاني اتسرع واطلب منه الطلاق وزوجها اختي؟ ايش اللي خلاني اعطيها حياتي وزوجي واولادي بيديني؟ معقوله ماني قادره استرد من هالحياه اللي انا بنفسي حطيتها اياها؟ شلون استردها عقب ما بنت نفسها اول عمود فيها؟ السرطان ما كتب لي شهاده وفاه، بس الولد اللي بدي منوف هو اللي بيكتب شهادة وفاتي، لأنه راح يكون سبب خسارة زوجي وبيتي، خسارة المحمد، يعني خسارة للحياة. إيش اللي خلاني أتسرع؟ عشية تعالي. شفي جاسي ليش تبكي؟ صاير شيء؟ صاير شيء؟ أنا انكسرت، خسرت كل شيء، خسرت بيتي زوجي، خسرت أختي وأخوي. يا ربي ليش رب العالمين يختبرني بأقرب الناس لي؟ ليش؟ قولي استغفر الله، قولي استغفر الله يا آسيا، ترى هذا كله اختبار من الله سبحانه وتعالى، يبي يختبر قوتك وصبرك، وانت قوية من صغرك، ربيت اخوانك، كبرتيهم، ساعدتيهم وساندتيهم،
عقب ما توفى وامك وابوك. اللي قاعد يصير الحين هم اختبار لك، شوف ضعفك من قوتك، قول استغفر الله.